السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم متابعينا الأعزاء؟ فيديو اليوم نتحدث بيه عن أسعار سيارات كيا سبورتيج بين موديل 2012 إلى موديل 2021 في العراق. قبل لا نبدأ الفيديو أتمنى تدعمون هذا الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسون أيضا توصلون هذا الفيديو أكبر عدد من اللايكات، شكرا لكم. كيا سبورتيج موديل 2012، مواصفات حساسات خلفية، إشارة بالمرمى مع خاصية طي الأوتوماتيك، كاميرا خلفية، فتح صندوق عادي مو ذكي، ويل فراشة داخل جلد. السيارة سعرها بين 150 ورقة إلى 155 ورقة. طبعا هذه السيارات اللي راح أذكرها لا تشمل معرض واحد، وإنما أسعار بشكل عام تشمل جميع المعارض. كيا سبورتج موديل 2013، مواصفات إشارة بالمرمى مع خاصية طي الأوتوماتيكي، عداد نيكل، بانوراما السيارة، ويل فراشة، محرك 2000 سي سي. السيارة سعرها بين 160 ورقة إلى 165 ورقة. كيا سبورتج موديل 2014، مواصفات حساسات خلفية، إشارة بالمرمى مع خاصية طي الأوتوماتيك، ويل فراشة، فتح صندوق عادي مو ذكي، بانوراما، يدات نيكيل، كشينات جديد، تحكم فيها كهرباء، محرك 2000 سي سي. السيارة سعرها بين 168 ورقة إلى 170 ورقة. الكيا سبورتج موديل 2015، مواصفات حساسات خلفية، كاميرا خلفية، بصمة السيارة، يدات نيكل، فتح صندوق عادي مو ذكي، ويل فراشة، محرك 2000 سي سي. السيارة مو بانوراما طبعا. سعرها بين 170 ورقة إلى 175 ورقة. كيا سبورتج موديل 2016، فول مواصفات، 1:1 بانوراما، اشارة بالمرمى مع خاصية طي الاوتوماتيك، حساسات خلفية، كاميرا خلفية، شاشة داخلية، بصمة السيارة، يدات نيكل، كشينات جديد، تحكم فيها كهرباء، 3 انظمة قيادة، الايكو والسمارت والسبورت. السيارة سعرها بين 180 ورقة الى 185 ورقة. كيا سبورتج موديل 2017، فول مواصفات، حساسات أمامية خلفية، زراق اللايت، إشارة بالمرمى مع خاصية طي الأوتوماتيك، ويل 18 إنج. السيارة مو بانوراما طبعا، وليد خلفي، فتح صندوق ذكي، بصمة السيارة، وشاشة داخلية تدعم خاصية اللمس، محرك 2000 سي سي، تبريد خلفي. السيارة سعرها بين 190 ورقة إلى 200 ورقة. كيا سبورتج موديل 2018، مواصفات، حساسات أمامية خلفية، زراق اللايت، ليد أمامي مع ليد خلفي، إشارة بالمرمى مع خاصية طي الأوتوماتيك، ويل 19 إنج، محرك 2000 سي سي، تبريد خلفي، شاشة داخلية تدعم خاصية اللمت، 3 أنظمة قيادة أو إكس فيها السيارة أيضا. السيارة سعرها بين 210 إلى 215 ورقة.
كيا سبورتج موديل 2019 جي تي لاين اعلى مواصفات، حساسات اماميه خلفيه، ليد امامي مع ليد خلفي، كشاف الضباب، ويل 18 انج، بانوراما السياره، اشارة بالماء مع حصيله طي اوتوماتيك بصمه، يدات نيكل، وترحيب فيها السياره ايضا او اكس، ثلاثه انظمه قياده، كشنات جديد تحكم فيها كهرباء، محرك 2000 سي سي، تبريد خلفي فيها السياره ايضا. السياره سعرها بين 240 ورقه الى 250 ورقه، هذه جي تي لاين. كيا سبورتج موديل 2020 فول مواصفات، عدد بانوراما، حساسات امامية خلفية، ليد امامي مع ليد خلفي، مع كشاف الضباب، شارب بالمرمى، خاصية طي الاوتوماتيك، يدات نيكل، بصمة فيها السيارة او اكس، وتشغيل عن بعد، محرك 2400 سي سي، تبريد خلفي، كشنات جديد تحكم فيها كهرباء، نظام انذار احزمة الامام، شاشة اعطال، شاشة داخلية ايضا تدعم خاصية اللمس. السيارة سعرها بين 250 ورقة الى 255 ورقة. كيا سبورتج موديل 2021 فول مواصفات، عدد بانوراما، حساسات اماميه خلفيه، ليد امامي مع ليد خلفي، فتح صندوق ذكي، يدات نيكل، بصمه السياره، تشغيل عن بعد، كشنات جديد تحكم فيها كهرباء، ثلاثه انظمه قياده، محرك 2400 سي سي، تبريد خلفي. السياره سعرها بين 255 ورقه الى 260 ورقه. في نهاية هذا الفيديو متابعينا الأعزاء، أتمنى تدعمون هذا الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وأتمنى أيضا تضيفوني في حسابي من الانستغرام موجود بالوصف أسفل الفيديو، وشكرا لكم على المتابعة.